السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم فيديوهات ديالي في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. اليوم غنحاول نقربكم أكثر من سيكا بلاس ديال لا مارك ديال لاغوش بوزي، اللي فيها جوج ديال الأنواع كما كتلاحظوا في الفيديو. غنحاول نحدد لكم الاستعمالات ديالها والفئة المستهدفة من الاستعمال، لاش كيصلحوا بجوج، كذلك نوع البشرة اللي تقدر تستعملها. مهم تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. قبل من كل شيء ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع لا فامي ديالكم باش تعم الفائده، وما تنساوش ايضا تفعلوا الجرس وكذلك الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. مهم كما كتلاحظوا في الفيديو، سيكا بلاست كما قلنا فيها جوج ديال الانواع. كاين هذه اللي فيها اس بي اف 50، وكاين هذه العاديه. اولا سيكا بلاست راه تخي افيكاس، فعاله الصراحه. مهم غنحاولوا ندويو على كل وحده على حده. دابا غندويو على العاديه، يعني سيكا بلاست بوم بي 5 العاديه. فهي العاديه كتصلح لجميع الفئات العمريه، يعني لي نوريسون الرضع ولي زونفون الاطفال ولي زادولت، بالنسبه للناس الكبار سواء الرجال سواء يعني النساء عادي. فهي كتصلح للجرح والاحمرار والتهيج ديال الجلد، لكن الفعاليه ديالها هي انكم تستعملوها في ديك اللحظه اللي كيوقع لك المشكل، يعني منين يكون عندك مثلا جرح ولا الاحمرار ولا التهيج اللي غيكون ناتج عليه واحد لانفلاماسيون واحد الالتهاب، ما تخليش تدوز واحد المده عاد تستعملوا سيكا بلس ومن بعد ما غاديش تلقاو النتيجه تقولوا مثلا استعملنا سيكا بلس وما دارت لنا والو. لا، في ديك اللحظه اللي يكون عندك فيها المشكل، يعني في داك البيريود اللي يكون عندك مثلا الالتهاب، هي اللي خصك تستعملها. حيت سيكا بلس شنو هي كدير؟ لي ميديكام يعني المكونات ديالها والفعاليه ديالها فاش كتكمن في القضاء، يعني في القضاء على الالتهاب، ماشي في القضاء مثلا على سيكاتريس. يعني الى بريتي من داك الالتهاب وبالتالي ما كتخليلكش سيكاتريس. الوغ هنا كتبدا هي في العلاج ديالاش ديال الالتهاب، باش من بعد ما يبقالكش داك سيكاتريس، يعني في الوجه ديالك ولا في البشره ديال في الجسم ديالك ككل. بالنسبه للناس اللي عندهم الجرح كما قلت، بالنسبه للاحمرار، بالنسبه للتهيج ديال الجلد ولا البشره، ولا بالنسبه مثلا شي حريق ولا شي قميش ولا شي ضربه ولا شي نبضه، فهي كتحارب داك الالتهاب اللي كيخلي الجرحه تزيد تعفن، وبالتالي يعني كتخلي سيكاتريس. فهي كتعالج من الاول باش ما كتبقالناش سيكاتريس، وكتدار للاشاره في هاد العاديه كتدار في الليل وفي الصباح، وممنوع الدار وتخرج للشمس ممنوع. للاشاره كتستعمل البشره الحساسه. فاش كنقولوا بشره حساسه، يعني صالحه حتى البشره الدهنيه والبشره الجافه والعاديه، يعني تقدروا يستعملوها وهما مرتاحين، يعني ما غاديش تلحق عليهم اي ضرر. لان الا استعملت البشره الحساسه فهي البشره اللي كتكون اكثر ضرر، وهي اللي كتكون حساسه بزاف. الوغ الا قلنا حساسه، اذا البشرات الاخرين تقدروا تستعملوهم وانتم مرتاحين. كذلك شنو نقولوا، فهي بلسم مرطب معالج البشره، وكذلك خالي من الرائحه، حيث المكونات ديالو صراحه امنه 100%، يعني يمكن تستعملوه وانتم مرتاحين. فهي كتصلح للحروق السطحيه، سيكاتريس ديال الحب الشباب، كذلك تهيج البشره والاحمرار كما قلنا. كتصلح للوليدات الاثيوبيه ديال الوليدات الصغار، وكذلك الجروح اللي كيكونوا ما بعد العمليه، يعني لي سيكاتريس اللي كيجيو من بعد العمليه حتى هما كتصلح ليهم. اما بالنسبه للنوع الثاني كما كتلاحظوا ديال سيكا بلاست بومبي 5 اس بي اف 50، يعني 50، فهي كتصلح نفسها بحالها بحال الاخرى، غير ان هذه تقدر انكم ديروها. هذه علاش خرجوها مثلا الناس اللي عندهم مشكل
ديال هاد الاعراض ديال هادشي اللي شرنا ليه كامل، ولكن ما عندهمش الامكانيات انهم يجلسوا في الدار. هذه تستعملوها وتقدروا تخرجوا وانتم مرتاحين، يعني تخرجوا للشمس عادي. وكذلك باش تيدوا تامنوا راسكم، استعملوا معها لي زيكرون ديال الشمس عادي. اون جينيرال غنعطي واحد لابريفياسيون، واحد الاختصار ديال هادشي كامل، غنقول بان سيكا بلاست هي كتصلح للحرق، كتصلح للجرح، كتصلح للقمش، كتصلح للنبد، كتصلح للتيوبيه ديال الوليدات الصغار. وهذه كما كتلاحظوا، فنشير واحد الحاجه كتستعمل الوليدات الصغار اللي كثر من 3 سنين، عكس هذه كتستعمل بالنسبه للرضاعه، تستعمل بالنسبه للاطفال العاديين، تستعمل بالنسبه للكبار. هذه حددوا فيها السن ديال 3 يعني 3 سنين فاكثر. نتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. دمتم في امان الله، الى اللقاء.